إذا قيل لك كيف تفرق بين توحيد الربوبية وبين توحيد الألوهية؟ فقل: توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله عز وجل كالإحياء والإماتة والرزق وإنزال المطر، فهذه أفعاله عز وجل. أما توحيد الألوهية فهو توحيد الله عز وجل بأفعال العباد مما يحبه الله كالذبح والنذر والاستعانة والاستغاثة والصلاة. ومن ثم فإنك لو سمعت أي شخص يقول إن الله هو الخالق المدبر الرازق المحيي المميت المتصرف، وهو لم يصرف ذلك المحبوب وذلك المرضي عند الله من قول وعمل لم يصرفه لله، فليس بمسلم. لأن كفار قريش يقرون بأن الله هو الخالق الرازق المدبر، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، فقل أفلا تتقون. ومع هذا الذي أقروا به قاتلهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنهم كفار، وتوعدهم الله عز وجل بسقر.